مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. في هذه الحلقة اللي بدي أتكلم فيها عن جلد الذات أو الحكم الشخصي على النفس، طبعا في قصة قصيرة حابدأ فيها، وهذه القصة معبرة جدا، قرأتها من أحد البوستات على الفيسبوك لأحد الأصدقاء. في شابين، واحد اسمه سلطان وواحد اسمه أحمد. سلطان ركض 10 كيلو بساعة، أحمد ركض 10 كيلو بساعة ونص. لو سألتك في البداية مين أسرع، سلطان ولا أحمد؟ هتقولي أكيد سلطان. لكن لو أعطيتك معلومة صغيرة، إنه سلطان كان يمشي على أرض مسهلة ومعبدة للركض، لكن أحمد كان يمشي على أرض وحلية ورملية وفيها مشاكل، هتفكر وتقولي أحمد الأفضل والأسرع. طيب لو أعطيتك معلومة أخرى، أوكي، وقلت لك طيب سلطان عمره 45 سنة بس أحمد عمره 25 سنة، هترجع وتقول لي لا، معناها سلطان أفضل لأنه العمر. قلت لك طيب هون غيرنا المعادلة شوي، قلت لك طيب لو عرفت أنه سلطان عمره وزنه 70 كيلو بس أحمد وزنه 150 كيلو، هنا دايركت حتغير المعادلة مرة تانية وتعطي الأفضلية لأحمد. كل ما عرفنا تفاصيل زيادة عن أحمد وسلطان، أكيد حتغير معنى الحكم في الأفضلية. هون برجعنا هذا لسؤال مهم جدا، قديش إحنا سطحيين أحيانا عندما نحكم على سلطان أو أحمد، قديش إحنا سطحيين لما بنحكم على أنفسنا وعلى الآخرين. كل هاي السطحية خاصة لما نقارن بين شخصين، بين نفسنا وبين أشخاص آخرين. كل واحد بنمو في بيئة مختلفة، والفرص اللي بتتقابله مختلفة جدا. حياتك مختلفة، أسرتك مختلفة، ظروفك مختلفة، الفرص اللي قابلتها مختلفة. فعندما تكون انت مثلا متأخر في العمر، هذا لا يعني انك اقل فرصة من شخص شاب. عندما تكون انت بمكان نائي، هذا لا يعني انك اقل فرصة من واحد في مدينة. لا تقارن نفسك بالآخرين، اشتغل على المعطيات اللي موجودة حواليك، اللي موجودة في حياتك، اللي موجودة عندك، اللي موجودة ملكك. نمي حالك، ولا تتوقع انه اذا انت متأخر شوي او عندك معلومات اقل لا تستطيع انك تكبرها وتنميها. كل هذا ممكن، لكن اصعب شيء عندما نقوم بعمل مقارنة وبنحكم على انفسنا سريعا بالفشل. انت بتقارن نفسك في ناس كبار وصلوا، تقول لي بيل جيتس سوى كذا كذا، زاك سوى كذا كذا، طلع من الجامعة. بنقارن نفسنا بناس دائما ناجحين، وهذا جيد، ولكن هذا لا يعني انه هم فقط نجحوا باسباب انت مريت فيها. لا يعني انه مجموعك الدراسي اعلى او اقل هذا افضل، لا يعني انه وظيفتك اقل او افضل هذا انك اعلى او افضل هذا معناها انك اسعد في الحياة. هل لا معناها انك متزوج او غير متزوج، لا معناها انك بتسافر كثير او ما بتسافر كثير انك الافضل. لا، ربما فعلا علينا انه نحن نحلل المعطيات اللي موجوده في حياتنا ونقدر نعمل ديسيجن. المقارنه الوحيده العادله اللي لازم تكون هي مقارنه نفسك بالامس مع نفسك الان، وقرارك ومصيرك لنفسك غدا. هذا الفيديو اذا عجبكم وشفتوا اللايك لايكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا سبسكرايب somewhere هون ولا هون سبسكرايبوا. ونراكم في حلقات قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.